نقول لك اخويا الدور حنا خدامين في واحد الميدان اللي شويه الظروف ديالو صعبه، فهمتي؟ الخدمه ديالنا شويه صعيبه، الناس اللي مكلفين هنا ما قاديش داك الشيء مزيان، كنعانيو من ناحيه الخدمه، من ناحيه الترياش، لا من ناحيه الشمس، يعني كاع الظروف جويه قاسيه علينا، فهمتيني ولا؟ وعاوتاني وكاين عاوتاني معاناه اخرين من ناحيه الاداره ديال السوق ما مهتمينش بينا حنا، ما كيعاونونا بوالو، يعني فهمتيني ولا لا؟ انا بزز باش درنا واحد البلاصه هنا كنريشوا فيها حنا والاخوان والدراري، ويا كيتكلف واحد السيد كنجيبوا الماء من هنا، ما بغاوش يديرنا روبيني، يعني ما كاينش حتى 50 متر ديال الجعبه ما بغاوش يديروها لينا، بحال يعني ما كيعاونوش الرياش وما كيعاونوش هذوك الكليان اللي يجيو يتقدموا الدجاج باش تبقى ديما الحركه مزداره في السوق. هي انا اب ديال الاسره ديال جوج وليدات، ضروري ضروري خصني نجي الشتا تكون صابه، ما تكونش الشمس، خصني نجي ندبر على رزاق ولادي ضروري، كعارف المغرب هذا كاين شي خدمه اساسيه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.